بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. احنا النهارده موجودين داخل كليه الطب بالقوات المسلحه، احد الصروح التعليميه المتميزه داخل القوات المسلحه. حصدت الكليه على كثير من الجوائز والميداليات الذهبيه في مجالات البحث العلمي التي تشارك فيها الكليه في المسابقات العالميه، واخيرا حصدت الكليه على الميداليه الذهبيه في مسابقه العالميه للهندسه الوراثيه والتي اقيمت بدوله فرنسا. مشاهدينا الكرام، تفاصيل كثيره عن هذا الموضوع في حلقتنا النهارده من درع الوطن. الماضي شاهد على ما صنعه الأجداد من أمجاد خالدة. سجلات التاريخ تزدان بنهضة حضارية تجلت إشعاعاتها في العديد من المجالات العلمية يتقدمها الطب. فجر مصر الحديث وميلاد لنهضة علمية بإنشاء مدرسة الطب العسكري إبان حكم محمد علي باشا. وما بين الماضي والحاضر تتجلى المزيد من الصروح الطبية. العام 2013 يبعث الماضي البعيد من جديد. يصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي كوزير للدفاع قراره بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة وفق أعلى المستويات العالمية لتخريج جيل جديد يفيض بالعطاء الطبي لخدمة القطاعين العسكري والمدني. وتسارعت الخطى لتحقيق الحلم، فتم الانتهاء من إنشاء الكلية وفق أرقى النظم العالمية. مشاهدي الكرام، في بداية الحلقة بنرحب بالملازم أول طبيب أحمد جلال قائد فريق البحث. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. قول لي يا فندم، يعني إيه حكاية بقى الفريق البحثي؟ في الحقيقة برحب بحضرتك الأول، وبنرحب بحضرتك يعني في كلية الطب والقوات المسلحة. الحقيقة كانت الكلية مرتكزة منذ نشأتها، وكان هدف إدارة الكلية منذ بداية تأسيس الكلية وهي التركيز على البحث العلمي ومقومات البحث العلمي ودعم الأساسيات لدى الطلبة وتشجيع الطلبة وأعضاء التدريس على عمل خطة بحثية تنفذ على أرض الواقع ويبقى لها أثر بشكل كبير على مصر والمجتمع المصري. الحقيقة يعني الدعم كله بيبقى جاي لنا من إدارة الكلية. كل سنة بنشترك في مسابقات محلية ودولية. واحدة من المسابقات اللي بنشترك فيها الحقيقة هي المسابقة العالمية للهندسة الوراثية أيجم، بتنظمها منظمة علمية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. المسابقة السنة اللي فاتت اللي هي 2022 تم يعني إقامتها في باريس، العاصمة الفرنسية باريس. شارك فيها أكثر من 356 فريق. الحقيقة هدف المسابقة بيهدف إلى كيفية توظيف استخدام البيولوجيا التخليقية في المجالات المختلفة زي التشخيص والعلاج للأمراض، الغذاء، البيئة، الطاقة وغيرها من المجالات الكتير اللي ممكن نستخدم فيها البيولوجيا التخليقية والهندسة الوراثية. تمام تمام. دكتور أحمد، قول لي بقى تكوين الفريق نفسه. هنرجع لورا شوية، دي مش أول مسابقة، دي مسابقات قبل كده. تمام. تكوين الفريق بتكونه ازاي كإدارة كلية؟ احنا الحقيقة يعني منهج البحث العلمي موظف داخل المناهج الدراسية اللي بتتم دراستها داخل الكلية أثناء فترة الدراسة بالكلية، وكتير من طلبة الكلية بيظهروا يعني مستوى متميز جدا في المجال البحث العلمي، واحنا بنشجعهم على كده وبنبتدي عملية انتقاء سنوية للطلبة المتميزين في مجال البحث العلمي. بيتم انتقائهم عن طريق السادة أعضاء هيئة التدريس واحنا زمايلهم اللي تخرجنا من الكلية. بيتم انتقاء الطلبة طبعا المتميزين، بيتم تدريبهم على مجالات البحث العلمي المختلفة، ازاي يكتب ورقة بحثية، ازاي يبتدي يبحث في الأبحاث المنشورة قبل كده، يطلع بنتائج. مش لازم يكونوا من سنة واحدة، احنا بنبتدي من اول سنة اولى، من اول ما بيبتدي على طول بنبتدي نعرفه مجالات البحث العلمي المختلفة بحيث ان احنا نبتدي نخلي جوه ادراكه ان هو يهتم بالبحث العلمي وبعملية البحث العلمي. تمام. دكتور احمد، قولي بقى اعضاء الفريق اللي فاز بالميدالية الذهبية في المسابقة اللي اقيمت في فرنسا مؤخرا، كم احنا 20 طالب الحقيقة واربعة ضباط.
الاربعه ضباط يعني بيتم اختيارهم عن طريق السيد مدير الكليه والسيد نائب مدير الكليه، والعشرين طالب الحقيقه كنا واخدين اربعه طلبه من السنه السادسه السنه اللي فاتت، والحقيقه هم اتخرجوا في شهر 10 اللي فات، حاليا هم ملازمين اوائل الاطباء في مرحله الامتياز. كان معانا من السنه الخامسه 5 طلبه، من السنه الرابعه طالب، ومن السنه الثانيه 5 طلبه اللي هم حاليا السنه الثالثه. الموضوع اللي فزتوا بيه بقى يا ست دكتور احمد كان ايه؟ الحقيقه كان هدفنا في 2022 كفكره ان احنا نبتكر اختبار تشخيصي. خدنا الفكره نفسها واستوحيناها من المبادره الرئيسيه اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للكشف المبكر عن الامراض الوراثيه. والحقيقه ده كان الجزئيه اللي خلتنا نستوحي فكره ان احنا نشتغل على الامراض الوراثيه في الاطفال في مصر. ومش بس في مصر، ان المرض الوراثي اللي احنا اخترناه هو كبير في منطقه البحر المتوسط وفي دول افريقيا ايضا. المرض الحقيقه اللي احنا اخترناه هو يسمى الفينايل كيتونوريا. ده بيبقى مرض وراثي بيصيب الاطفال عند الولاده نتيجه طفرات جينيه، بيسبب حمض اميني معين جوه الجسم بيتم ان هو يتراكم، لان الانزيم اللي مسؤول لتحويل الحمض الاميني ده مش موجود او مش قادر ان هو يحول الحمض الاميني. تمام. فبيتم الحمض الاميني بيتم تراكمه بشكل كبير في انسجه المخ او في الانسجه المختلفه في الجسم. بيتم تشخيص الطفل بعد كده عند سن 4 أو 5 سنوات او اكتر بتاخر عقلي، وده بيسبب له مشاكل كبيره جدا. احنا ما كانش عندنا وسيله نتعرف على هذا المرض؟ احنا الحقيقه عندنا وسائل تشخيصيه موجوده حاليا، وفي وسائل تشخيصيه بتستخدم في المبادره الرئاسيه، ولكن احنا كان هدفنا ان احنا نبتكر اختبار تشخيصي ارخص في التكلفه بكتير ونقدر تقليل يعني قليل التكلفه ويكون الحساسيه الاختبار نفسه في المستشفيات كلها كبير، ويبقى متوفر في المستشفيات والعيادات زي ما حضرتك قلت. فده بدينا طبعا ابتكار كويس جدا، لان المسابقه ما بتهدفش الى ان احنا نعمل فكرة علمية بس، لا بالعكس احنا بنطبق الفكرة العلمية وبنطلع بنتائج وبنعمل دراسة جدوى عنها، ونقدر نوفر علاج كمان، او بنقدر نبحث عن علاج. وده الحقيقة اللي قدرنا نقوم بيه السنة دي، ان مشروعنا الحقيقة ما كانش يهدف الى التشخيص فقط، ولكن الى التشخيص والعلاج. تمام. الوقت بقى اللي انتوا خدتوه هنا في المعامل لانجاز هذا البحث، الحقيقه هي المسابقه، يعني انا ممكن ابتدي مع حضرتك التايم لاين بتاع المسابقه من الاول كله. يعني احنا بنبتدي بدري عن المراحل المسابقه الرسميه، لان المسابقه بتبتدي من يعني عاملين زي جدول للفرق المشاركه يرشدوهم في المراحل المختلفه. احنا بنبتدي من شهر 12 بدري عن المراحل المختلفه، بيتم انتقاء الطلبه الموهوبين في البحث العلمي، بنبتدي تدريبهم على اساسيات البحث العلمي وازاي يبتدي يبحث في الأبحاث المنشورة ويستخرج المعلومات منها، إزاي يبتدي يستخلص المعلومات دي ويوظفها في فكرة يقدر يطلع هو بيها، إزاي بعد كده يعرف يعني إيه بيولوجيا تخليقية وإيه المجالات اللي بتستخدم فيها، إيه التقنيات اللي احنا بنستخدمها زي البايو انفورماتيكس المعلوماتية الحيوية أو الديزايننج بشكل عام، أو إن هو يدور على بروتوكولات المعمل وبروتوكولات التشغيل في المعمل. دكتور أحمد، في شروط معينة يعني بتحطها المنظمة للدخول في المسابقة؟ شروط المنظمة الحقيقة إن طبعا الفريق يكون من جامعة علمية أو مؤسسة علمية، طبعا الفريق يختار مجال تخصصي. هنتكلم على الموضوع كمان، هل بيبقى في تدخل ولا انتوا الموضوع من عندكم؟ لا، الموضوع الحقيقه احنا اللي ابتكرناه من الاول للاخر، لكن المسابقه بتكتفي بطرح المجالات المتوفره. يعني هي بتطرح المجالات، هي مجالات ثابته في المسابقه منذ ان اقيمت من اول مره في بدايه الالفينات، وحتى الان هي مجالات ثابته سواء التشخيص او العلاج او غيرها. احنا طبعا علشان كليه الطب قوات مسلحه هدفنا كله التشخيص والعلاج للامراض المختلفه. تمام. انا هلتقي للطلبه وبعد كده هرجع لسيادتك بقى، المنافسات كانت عامله ازاي في المسابقه؟ فانشئت قاعات التدريس على النظام الحديث الذي يسمح بالتدريس بنظام المجموعات الصغيرة والمعامل المجهزة بأحدث الأدوات، والتي تسمح للطالب بالتدريب العملي فضلاً
عن تأسيس مشرحة متفردة في إمكانيتها ومركز للمماثلات والمحاكيات التعليمية لتدريب الطلبة على العديد من المهارات التي يصعب تدريبهم عليها من خلال المرضى. وتسعى الكلية في الوقت الحالي للارتقاء بهذا المركز ليصبح مركزاً قومياً يستخدم في تدريب أطباء مصر. أنت في سنة ستة محمد مش كده؟ إن شاء الله. أنت يعني قديم شوية عن زمايلك. شاركت في مسابقات قبل كده ولا كان أول فريق؟ سنة برضو. أول في قول لي كان دورك إيه في الفريق؟ أنا كنت برضو في اللجنة العلمية وكنا الفكرة إن إحنا مش مجرد بس متقسمين مثلاً اللجنة العلمية أو الـ HB أو الميديا أو كده، هو كل واحد متخصص في حاجة لكن كلنا بنشارك في كل في الأقسام. آه تمام. بالضبط. إحنا ابتدينا السنة مثلاً من شهر 2 وفضلنا بقى على مدار السنة كلها لحد وقت المسابقة في شهر 10. طيب تمام. قول لي برضو شعورك وتكريم القيادة العامة ليكوا لما رجعتوا بالميدالية. هو احنا اتكرمنا اول مرة كان طبعا وقت اعلان المسابقة نفسها ان احنا الحمد لله اخدنا على الجولد ميدل، كانت دي طبعا فرحة يعني كبيرة لان ده يعني ده اللي بيكلل بقى نهاية المشوار بتاعنا في البحث العلمي وكده. والحمد لله اللي زاد فرحتنا اكتر زي ما زميلنا بلغار قال ان احنا ترشحنا، يعني دي خطوه او بدايه ان احنا نشتغل عليها كمان في السنين اللي جايه، بدل بقى ما يبقى ترشيح ان شاء الله ان احنا نفوز كمان بجائزه او السبيشال برايز يعني لاي سبيشال برايز عامه في المسابقه وكده. واتكرمنا تاني في السفاره المصريه في فرنسا كرمتنا. واخر حاجه الحمد لله كان طبعا اتشرفنا بالقائد العام، شرفنا في الكليه هنا وكرم التيم كله. وكان طبعا ابدع اعجابه بالكليه وتطورها في البحث العلمي يعني، وان ده الغرض من انشاء الكليه دي يعني. انا بشكرك محمد وانت تتخرج السنه دي ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله والف مبروك مقدم. نشوف زميلك احمد وائل. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. برحب بيك مره ثانيه. انت في سنه ثالثه؟ سنه ثالثه. انت كنت في الاسم العلمي ولا في ايه؟ في عشان النضاره بقى. بتحب العلم يا احمد انت والبحث العلمي؟ هو كان الجزء بتاع المخصص اللي هي الجزء المخصص بالمعادلات الرياضية. هو أي مشروع قبل ما نبدأ في التجارب البحثية بتاعته نبدأ في المعمل نبدأ نشتغل فيها لازم يكون فيه جزء الكمبيوتر، إن إحنا نقدر نحول المشروع بتاعنا ده لمعادلات ونطلع النتائج فيرشوال على الكمبيوتر، هل نشوف تقدر تخش المعمل ولا لا. الموضوع ده كان صعب مش كده؟ هو كان صعب. متوفقوش زي طيب قول لي. هو كان اول ما بدانا ده اول ما دخلت تيم هو الحمد لله كانوا بيساعدونا بالكورسات وبيوجهونا ان احنا نقدر نعرف ونعرف نشغل الشغل ده كويس، فكله كان مساعده التيم في الاول وفي الاخر. قول لي يا احمد يعني بعد المجهود الكبير اللي انتوا بذلتوه رجعتوا بالسلامه بالميداليه الذهبيه وافضل خمس يعني فرق بحثيه على مستوى العالم، تكريم القياده العامه للقوات المسلحه ليك وكان شعورك عامل ايه لما السيد القائد العام لوزير الدفاع وانتاج الحرب هنا كرمكم؟ هي دي هو ده طبعا شرف كبير لاي حد ان القائد العام يجي ويكرمه، وطبعا احساس انا مش عارف اوصفه يعني. انا مبسوط جدا ان الحاجه زي دي حصلت. نشوف احمد شعلان. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. قول لي بقى كنت في انهي قسم من الاقسام الثلاثه اللي هم هو انا كنت هيومن براكتس، بس زي ما زمايلي وضحوا هو الفريق كله طول السنه من اول يوم واحنا شغالين كلنا اللي هو على البحث عموما، يعني اللي هو سواء نقرا ابحاث او نشوف معدلات موجوده قبل كده او اي سجلات موجوده وازاي ندور عن المرض، وكنا كلنا اي تحدي بيواجهنا طول السنه في المشروع كلنا كنا مع بعض عشان نحل المشكله ديت سوا. طبعا طول السنه في تحديات كتير واجهتنا، بس طبعا كان كل واحد شغال وكل واحد كان بيطلع بفكره كان بتساعد حتى لو بنسبه صغيره ان احنا نعدي المشكله ديت. بس انا في اخر السنه اللي هو خلاص بقى اللي هو عشان قبل ما نسافر بفتره بسيطه يعني اللي هو كل واحد شاف هو كونسرنت في ايه يعني او مركز في ايه عشان يكون مركز في المجال بتاعه كويس. اللي هو مثلا انا كنت اتش بي اللي هو كان دوري مثلا لما نروح نعمل زياره للمستشفيات او اي جامعه تانية، فكانت الفكره ان انا ازاي اظبط او انسق اللي هو الزياره ديت او اتكلم مع الناس. وبرده في المشروع بتاعنا طول السنه كان دورنا برده كاتش بي ان احنا ننسق اللي هو الزيارات وبرده اللقاءات مع اساتذه كبار في البحث العلمي، اللي هو حضرتك عارف برده احنا مهما كان كنا طلبه فمهما يعني خبرتنا قليله لا دي بدايه كويس، فكنا بنحتاج برده اللي هو يعني
اساتذه كبار جدا اللي هم يفيدونا بخبرتهم عشان نتكلم معاهم يعني ويرشدونا للطريق الصح. وطبعا على مدار السنه اللي هو كنا ماشيين في طريق، وطبعا مع الاستعانه بالخبرات ديت والاساتذه الكبار سواء داخل الكليه في اسم البحث العلمي او بره الكليه، كانوا برضو كانوا بيوجهونا وكانوا بيساعدونا يعني ان احنا يعني اللي هو نتوجه للطريق الصح يعني. ان شاء الله باذن الله يا احمد. شكرا، انا بشكرك. قول يا دكتور احمد، يبقى يعني فعاليات بقى المسابقه نفسها لما سافرتوا؟ الحقيقة هي المسابقة بتقام كل سنة في الفترة يعني الشهر الأخير من أكتوبر وأوائل نوفمبر. الحقيقة هي السنة دي كانت في الفترة من 26 ل 28. فعاليات المسابقة بتبتدي من أول يوم لما الفريق بيروح علشان نسجل حضور الفريق، ونبتدي بنروح هناك مقسمين مرحلة المسابقة إلى مرحلة تحكيمية ومرحلة لعرض المشروع أمام الفرق المنافسة الأخرى. إزاي بيتم تقييم البحث بتاعكم أو الأبحاث اللي موجودة داخل المسابقة؟ الحقيقة تقييم المسابقة بيتم عن طريق لجنة تحكيمية كبيرة، بيتم جمع اللجنة التحكيمية دي من كل الأساتذة اللي ليهم خبرة في مجال البيولوجيا التخليقية أو المشاركين بشكل كبير في المسابقة، زي ناس عندنا كتير من الفريق أصبحوا الحقيقة في لجنة التحكيم، وواحد مننا الحقيقة وهو زميل ليا ومشرف أيضا معايا على الفريق هو في لجنة التحكيم الرئيسية أيضا. والتحكيم بيبقى فيه حيادية تامة؟ حيادية تامة، بيتم الحقيقة تقييم الفريق ما بيبقاش من حكم واحد أو من اتنين، بيبقى من ست حكام، وبيراجع تقييم الست حكام لجنة التحكيم الرئيسية بالمسابقة اللي هي من كل الأساتذة اللي ليهم خبرة في مجال البيولوجيا التخليقية والهندسة الوراثية. أخيراً دكتور أحمد، إن شاء الله إن شاء الله أنت جهزتوا بقى للمسابقة اللي جاية إن شاء الله؟ إحنا بإذن الله الحقيقة في مراحل التجهيز ومراحل الإعداد بشكل كبير. احنا في الفترة دي زي ما قلت لحضرتك احنا بنبتدي في شهر ديسمبر من كل سنة. الحقيقة في خلال الشهر ده هنكون جمعنا كل الموهوبين في البحث العلمي والراغبين بالالتحاق بفريق البحث العلمي للمشاركة السنة دي في مشروع 2023. اختيار الفريق بيبقى بالرغبة من الطلبة مش كده؟ اختيار الفريق الحقيقة كله من الطلبة، ودي من اشتراطات المسابقة الأساسية، ان دورنا احنا كمشرفين وهو الإشراف العام والتوجيه، لكن الشغل كله يكون بخبرة الطلبة علشان هم اللي ياخدوا الخبرة الرئيسية في المشاركة وياخدوا خبرة كبيرة في مجال البحث العلمي والبيولوجيا التخليقية، وازاي يعمل دراسة جدوى للمشروع، المنتج اللي هيطلع بيه من المشروع، ايه المنتجات الاخرى اللي موجودة سواء من الأدوية اللي موجودة او المشخصات، ويبتدي يقارن فاعلية إن الاختبار التشخيصي أو العلاج اللي هو هيعمله باللي موجود حاليا، ويعمل دراسة جدوى كاملة بيها. أنا بشكرك دكتور أحمد، ونشوف باقي أعضاء الفريق، وإن أنا بحييك وبشكرك. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا يا فندم. مشاهدي الكرام، ما زلنا داخل كلية الطب بالقوات المسلحة ومن أحد المعامل، ومعانا بعض أعضاء الفريق البحثي الفائز بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية والتي أقيمت بفرنسا في الآونة الأخيرة. أهلا بك يا فندم وصباح الخير. صباح النور يا فندم، فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. أول طبيب محمد طارق منصور، نائب أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب القوات المسلحة والمشرف العلمي للفريق. أهلا وسهلا بك، نتعرف على الطلبة. أنا اسمي عمر عماد السباعي، طالب بكلية الطب القوات المسلحة بالسنة السادسة. أهلا بك عمر. أنا حسام عبد الحميد الجمل، طالب بكلية الطب بالسنة الرابعة. أهلا وسهلا حسام. قول لي يا دكتور محمد، الفكرة جات إزاي بتاع المشروع؟ هي الفكرة بتكون مستمدة دايما من الطلبة، يعني في بعد اختيارهم وتدريبهم على الكورسات العامة في البيولوجيا التخليقية والهندسة الوراثية بيكون ليهم فترة ببرينستورم، بيفكروا مع بعض، بيعملوا عصف ذهني عشان يوصلوا للمشكلة يقدروا يوجدوا لها حل عن طريق الهندسة الوراثية. يعني اختيار الموضوع من الطلبة نفسها؟ تمام، احنا بس بنكون موضحين لهم مجموعة معايير يلتزموا بيها، زي ان يكون المشكلة دي مهمة لمصر، حلها
هيحل مشكلة عند المصريين ليها صدى علمي عالمي، بحيث ان احنا الاضافات العلمية بتاعتنا يتم تقديرها عالميا، لان نستفيد بها هنا في مصر كمان. بالظبط، يعني جاي ناحية التطبيق وناحية الاضافة العلمية مهمة جدا في المصر. دكتور محمد، نفكر برضو السادة المشاهدين بالموضوع نفسه ايه. تمام، احنا المشروع بتاعنا السنة دي عبارة عن منصة. المنصة دي يعني تكنولوجيا جديدة، تكنولوجيا حيوية جديدة بتهدف انها تشخص الامراض الوراثية والجينية، يعني يمكن تطبيقها لامراض كتير، وده جزء مهم جدا. اخترتوا برضو التطبيق هذا الموضوع على الاطفال؟ بالظبط، احنا اخترنا مرض الشباب بعد عملية العصف الذهني، بدأوا يشوفوا الامراض الوراثية وتأثيرها على المجتمع المصري، وقد ايه المرضى بيعانوا وما بيكونش فيه اهتمام كافي بيهم، وبدأوا يعني بعد توجيهات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية يهتموا ويشوفوا إيه اللي ناقص وإيه اللي إحنا نقدر نساعد فيه، وده لسبب اختيارهم لمرض الفينايل كيتونوريا أو بيلة الفينايل كيتون. ده مرض وراثي بيكون فيه تراكم لحمض أميني اسمه الفينايل ألانين، بيتراكم في أجزاء مختلفة من جسم الطفل ومنها الجهاز العصبي، وبيسبب له ضمور وتأخر عقلي. الأعراض بتاع المرض ده إيه يا دكتور محمد؟ في المراحل الأولى ما بيكونش فيه أعراض باينة على الطفل، لكن بعد كده الجهاز العصبي كله بيتأثر، وده بيبان لما الطفل يبتدي سن المدرسة فما بعده، بيلاحظ في تراجع دراسي وأعراض مختلفة عنه اللي بيتابعها دكتور الأطفال اللي بيقدر يشخص الطفل. وللأسف كتير من الأحيان المرض مش بيتشخص وإلا في مراحل متأخرة، وده الهدف من المسح أو التشخيص المبكر للأمراض الوراثية. طيب هناخد برضو حتة تانية دكتور محمد، الوقاية من المرض ده إيه؟ هو مرض جيني، فالوقاية وراثي يعني. الكشف المبكر ممكن وراثي. بالضبط، الكشف المبكر عنه هو اللي بيدينا فرصة إما أن الطفل ده يمشي على غذاء مختلف أو مصمم خصيصا له، بيكون في المحتوى بتاع الحمض الأميني ده قليل، فبالتالي بيسمح للطفل ان هو ما يراكموش. تمام، وده بيكون متوفر، بس لازم الطفل يكون اتشخص. او العلاجات اللي احنا دلوقتي شغالين عليها او فرق مختلفة حوالين العالم شغالين عليها كعلاج جيني للمرض ده. تمام، نشوف الطلبة. قول لي يا عمرو، كان دورك ايه في الفريق؟ الحقيقة زي ما زمايلي قالوا لحضرتك، في بداية الفترة التحضيرية للمسابقة بيكون الفريق كله بيتشارك جميع المهام في التحضير للفكرة من الناحية العلمية ونواحي الأسس العلمية اللي ممكن يبني عليها المشروع بتاعنا. بعد كده لما بنقرب للمرحلة الأخيرة اللي هي التسجيل والدخول للمسابقة، بيبتدي كل واحد يتفرع للشق اللي هو مسؤول فيه. أنا كان الدور بتاعي بعد التفرع ده كان في الشق بتاع الميديا والشق بتاع الهيومن براكتس اكتر. كان دورنا في الفريق ان المسابقه دي الحقيقه مش بس بتقدر الفكره العلميه كفكره علميه بس، ولكن بيكون دور الفريق ان هو يحط دراسه جدوى وانتربرينورشيب وفكره ازاي المشروع ده ممكن يتسوق له وازاي ممكن يفيد المجتمع بصوره مؤثره ويبقى كويس. بالظبط، يبقى لينا نتائج كويسة ومشجع للاستثمار في المشروع ده. فده كان دوري في الفريق من الناحية دي. ومن الناحية التانية كان في البرزنتيشنز البرزنتيشن خلال المسابقة والشعارات وتصميم الويب سايت ده على فكرة ده مهم جدا. بالظبط، اللي هو التسويق الفكرة بتاعتكم. بالظبط، زي ما حضرتك بتقول كده، ده بيبقى جزء أساسي من تسويق الفكرة، وده من الكريتيريا أو الخصائص المطلوبة في المسابقة، إن أنت تحقق الحاجات دي على قدر مناسب عشان تقدر تحصل على الميدالية الذهبية. تمام، نشوف حسام. قول لي يا حسام، لما أنتوا قعدتوا تيم ورك مع بعضكم كفريق بحثي، كان في أكتر من فكرة؟ طبعا في الأول كان في ناس كتيرة توجهت لأفكار كتير، بس إحنا لما قعدنا مع بعض واخترنا أكتر فكرة هتكون مؤثرة على المجتمع وفي نفس الوقت متناسبة مع قرارات السيد رئيس الجمهورية في أنه يعمل مبادرة لتشخيص الأمراض الوراثية، اتجهنا في الأول لمجموعة من الأمراض اسمها inborn error of metabolism اللي هي أمراض التمثيل الغذائي.
المجموعة دي من الأمراض من ضمنها مرض الفينايل كيتونوريا اللي احنا اخترناه علشان نشتغل عليه السنة دي. مرض الفينايل كيتونوريا احنا اخترناه بالتحديد لأن هو مرض تقدر تقول عليه خفي، ما بيبانش على الطفل غير لما يعمل أعراض ما ينفعش تتعالج، يعني مثلا اما يوصل للجهاز العصبي بيعمل حاجات. كان بقى في تصويت لاختيار الفكره نفسها ولا انتوا اجتمعتوا كده بال؟ اكيد بيبقى في ناس لها اراء مختلفه وفي ناس لها اراء تانية، بس احنا ما بنكتفيش بالاراء، بس احنا بنكتفي باثبات، يعني كل واحد بيقدم الفكره وبيقول ايه اللي هيفيدني الفكره دي وايه اللي مش هيفيدني، لغايه ما نوصل في الاخر عن قناعه تامه ان الفكره دي هي اللي تنفع ان احنا ننفذها في المجتمع. انا بحييكم على الفكره ونجاحها ان شاء الله ونوصل لعلاجات لهذا المرض. يعني نشوف الدكتور محمد. ايه دكتور محمد، انا كنت اتكلمت مع الدكتور احمد قبل في الفقره السابقه يعني على مده العمل خلال هنا الفريق البحثي في المعامل، يعني هل في تطبيق عملي على الفكره نفسها اخذ عينات مثلا من اطفال مصابه مثلا؟ بالتاكيد، بس خليني اوضح الاول فكره المشروع بشكل يعني احاول يكون بسيط. تمام، هو المشروع فيه كذا تحدي، منهم ان احنا فعلا نقدم يعني تقنية تقدر تشخص الأمراض الجينية بتكلفة قليلة وبسيطة كمان. بالظبط. يعني تمام. تمام. التحدي التاني إن إحنا نثبت ده معمليا. تمام. فإحنا بس مش هدفنا مرض الفينايل كيتونوريا، بس هدفنا نقدم تقنية يقدر استخدامها بشكل واسع. اكتشاف أكتر من مرض في نفس التوقيت. تمام. والمرض ده بالنسبة لنا هو التطبيق الأول أو المثال الأول اللي حابين كنا نقدمه. كويس. فالجزء التشخيصي في المشروع بيعتمد على تقنيات حيوية بتعتمد على شقين، الشق الأول جزيئات اسمها الأبتمرز، ودي يعني أجزاء من الـ RNA اللي هو طريقة لتخزين الحمض النووي في جسم الإنسان، بتشبه الأجسام المضادة في طريقة عملها ولكن تكلفتها عالية. لا، هي تكلفة الأجسام المضادة عالية كتير، فدي واحدة من الحلول لموضوع التكلفة، وكمان في أحيان كتير بنقدر ناخد منها فعالية أكتر كتير. الجزء الثاني بيعتمد على الخلايا نفسها، يعني هي العينات مش كده؟ يعني بنجيب خلايا بكتيرية بنعيد تعديلها جينيا بحيث أنها يبقى عندها حساسية عالية لاكتشاف المرض ده، فبنستخدم طريقتين وده اللي بيعلي حساسية الاختبار بتاعنا. طب كويس. خلينا برضو متفقين ان البحث بتاعنا هو بحث ما قبل التجارب السريرية. تمام؟ لان العمل على هي مجرد فكرة، هي فكرة تم اختبارها معمليا، لكن عشان نقدمها للمرضى بيبقى فيه اجراءات تانية عشان تضمن سلامة المريض، حتى لو كل اللي هنعمله ان احنا ناخد عينات من المرضى لازم المريض يبقى عارف عيناته هتروح فين، هيتعمل بيها ايه. خدتوا عينات من اطفال؟ طيب احنا عملنا عينات قياسيه، يعني ايه؟ شفنا اطفال مصابين والطرق الموجوده حاليا اللي بيتم بيها اكتشافهم او تشخيصهم، خدنا العينات دي والارقام المسجله لتركيزات الحمض الاميني ده، وحاولنا نحولها لعينة نحن نستخدمها، بس نبقى عارفين من الأول التركيزات اللي موجودة في العينات دي بحيث نشوف حساسية الاختبار بتاعنا، هل هو فعلا هيقدر يكتشف التركيزات اللي موجودة في العينات دي، هل العينة اللي تركيزها قليل، العينة المصابة، العينة المش مصابة، تكون عينة دقيقة ونتيجة سليمة. وفي نفس الوقت العينات القياسية دي بتخلينا أخلاقيا، لأن طبعا البحث ده واخد موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي، فإحنا بنلتزم بالمعايير الأخلاقية لأنها جزء مهم جدا في البحث العلمي وجزء مهم في المسابقة، وإن شاء الله جزء من المستقبل إن إحنا نكمل في الإجراءات السريرية، لكن لازم نكون ملتزمين بالمعايير كويس. فده الشق التشخيصي. الشق العلاجي بقى في فكرتنا دي مرحلة تانية. بالضبط. هل إحنا نقدر بعد ما الخلية التركيبة الجينية أو الدائرة الجينية اللي إحنا صممناها دي قدرت تشخص المرض، هل تقدر تقدم الإنزيم اللي ناقص ده أو في مشكلة ورفاش؟ ساعات تبقى المشكلة ناقص الإنزيم وساعات تبقى المشكلة طفرة جينية. بقول لسعادتك حاجة، الفكرة بتاعتكم في المشروع بتاعكم اللي خدتوا عليه الجائزة تشخيص علاجي. تمام. أنتوا خلاص أنتوا في مرحلة شخصنا. طيب، هل نقدر بقى نوفر للطفل الانزيم الناقص ده او اللي فيه مشكله؟ هل ممكن؟ اللي احنا عملناه اللي اثبتناه في المعمل ان
الدائرة الجينية اللي الشباب صمموها، وخليني أحييهم لأن الشباب دول وأنا بحييهم برضه شاركوا على مدار هم وزملائهم على مدار كذا سنة، راكموا خبرات مختلفة من البيولوجيا التخليقية، وده علم المستقبل، والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا الحيوية دي اقتصادات واعدة جدا. قدروا يوصلوا لدائرة جينية ذكية تقدر تقول إمتى الخلايا بتاعة الطفل محتاجة الإنزيم وإمتى مش محتاجاه، وعلى الأساس ده تقرر تطلع أو تعمل تعبير جيني للإنزيم ده. بمعنى آخر دكتور محمد، الطب التجديدي أو الخلايا الجذعية في الأمراض ديت ولا بعيد عنها؟ إحنا حتى ما لجأناش إن إحنا ندي للطفل أو يعني في حالتنا في التجارب المعملية خلايا جديدة، ده إحنا اشتغلنا على الخلايا اللي فيها المشكلة أصلا اللي موجودة تمام، وقدمنا لها يعني DNA فيكتور، يعني ناقل جيني. النقل الجيني ده شايل الكود بتاعنا، الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للخلية تمام، وشوفنا هل فعلا التصميم بتاعنا ده هينجح ان هو في خلايا ما فيهاش تعبير جيني للإنزيم ده، هل هيقدر يعمل كده او يديني تعبير جيني طبيعي. طب وصلتوا لإيه؟ ووصلنا فعلا ان احنا بشكل يعني احصائيا مبشر جدا قدرنا نوفر او نخلي التركيبة الجينية بتاعتنا تطلع تعبير جيني طبيعي في خلايا فيها اصلا نقص للانزيم ده. تمام، هل دي يعني بمثابه براءه اختراع دكتور محمد؟ عشان حقنا بس يعني حقكم انتوا يعني انا هقول لحضرتك كفريق بحث، احنا دلوقتي جزء من الشباب برضه هيكلموا حضرتك فيه هو رياده الاعمال الحيويه. احنا دلوقتي خلصنا الفكره ومشاركتنا فيها والنشر العلمي ليها، ده بيضمن حقنا، ده تم خلاص، لكن ده تم بالظبط، يعني نشرها في المسابقه ده جزء منها، يعني قوانين المسابقه بتدينا الحق في ده. الحاجه الثانيه الورقه البحثيه اللي انتوا قدمتوها بالظبط، هي حاليا في مجله بحث او في دوريه علميه في مرحله المراجعه تمام. الحاجه الثالثه تقديم براءه الاختراع هو جزء من الخطه بتاعت ريادة الأعمال اللي الشباب شغالين عليها، وأحب هم إيه يوضحوا. تفضل كيف يا عمر بقى؟ تمام، زي ما دكتور محمد قال لحضرتك تبقى أي بحث علمي بيمر بعدة مراحل، فإحنا دلوقتي الحمد لله خلصنا المرحلة البحثية وعملنا بعض التجارب المعملية اللي تثبت كفاءة الموضوع ده وأنه قابل للتطبيق كلينيكيا. المرحلة اللي جاية لما بيتوافق على الورقة البحثية وبنبتدي نعمل بيتم نشره في الدوريات خلاص بالظبط، لما نبتدي ندخل بقى في مرحلة التسويق يبقى ده منتج جاهز للاستخدام على المرضى الموجودين في المجتمع تمام. مرحلة التسويق بتبقى فيها عدة شقوق، يعني احنا دلوقتي المفروض نبتدي نحلل كل جزء او كل جزئية في المنتج بتاعنا هيبقى تكلفتها ايه وايه المنافسه اللي موجوده في السوق، ايه العائد منه ايه بالظبط تمام، وازاي يكون ليها اثر في المجتمع بحيث انها تقدر تسرع فرصه التشخيص وتوفر علاج برضو كمان بالظبط، توفير مادي وتكون علاج. والحقيقه ان احنا الحمد لله يعني النتائج بتاعتنا كانت مبشره في الموضوع ده، لان احنا بالنسبه للمنتج الموضوع الموجود دلوقتي للتشخيص كان مشكلته ان بيحصل تشخيص متاخر للحاله، يعني الحاله مثلا ممكن تتشخص بعد من 7 أيام الى شهر، فده كان بينتج عنه ان احيانا في حالات بتخرج من الحضانات بدون ما تتشخص، وللاسف المرض ده بيكون التلف اللي بينتج عنه في الخلايا العصبيه بيكون غير قابل للاصلاح. لكن مع الفكره بتاعتكم في التوقيت يعني سريع بالظبط، بيكون نتيجه سريعه بالظبط، بيكون فكره الاداه اللي احنا صممناها ان يكون التشخيص في لحظيه، يعني هو باستخدام نقطه الدم لما تتحط على الشريحه اللي احنا صممناها بينتج عنها بتصار لك النتيجه على طول بالظبط بالظبط، فده بيقلل فرصه ان الطفل يتعرض لمضاعفات غير قابله للرجوع. انا بشكرك يا عمر. نشوف حسام، اخيرا يا حسام بتحلم بايه للفكره بتاعتكم؟ طبعا احنا طموحاتنا كلنا كفكره ان هي تتطبق وتبقى من ضمن الفحوصات الالزاميه للاطفال اثناء الولاده، علشان نمنع ان يجي خلل جيني زي ده ياثر على طفل في المستقبل او في حالات عصبيه يعني تحصل. وطبعا كل الموضوع ده هيتطبق محتاج شغل مننا كتير ومحتاجين نوصل ان شاء الله، وانتم مستعدين ان شاء الله. انا بشكرك يا حسام. نشوف الدكتور محمد. اخيرا دكتور محمد، يعني انا بشكرك وبحييك وبحيي كل الفريق والدكتور احمد والطلبه هنا المتميزين. تكريم بقى القياده العامه للقوات المسلحه، اكيد ده يعني اعطاكم يعني قوه
ودفع ان انتوا تستمروا في مجال البحث العلمي هنا في الكليه. بالظبط زي ما حضرتك بتقول، يعني هي كانت لحظه استثنائيه، يعني الواحد مش بتحصل كل يوم. يعني هو احنا بنحاول نكون في شغلنا، مش هدفنا اي تكريم او كده، ولكن الواحد لما بيشوف، لما بنسافر ونشوف الفرق قد ايه بتاخد دعم وتكريم من جامعاتها في الدول المختلفة، وقد ايه الموضوع ده فعلا بيحقق مكاسب للطالب وبيخليه بالظبط وبيخليه يكمل في المشروع بتاعه، بيكون يعني نفسه ان ده يحصل عندنا وحصل يعني بالظبط. تكريم السيد القائد العام يعني كانت لحظه استثنائيه بالفعل، لان هو التكريم رمزيته ما كانتش بس في التكريم، لكن حتى كلام السيد القائد العام معانا كان كلام كله دعم للبحث العلمي، كلام بيخلينا فعلا نكمل في المشروع، كلام واقعي، يعني احنا عارفين احنا فين، طموحاتنا فين، الامكانيات اللي معانا ايه، وواثقين ان احنا نقدر نفضل مكملين لقدام ان شاء الله. يا دكتور محمد انا بشكرك وبحييك، وكلمة توجهها للفريق البحثي هنا في الكلية الفائز بالميدالية الذهبية. والله انا بشكرهم جدا، يعني انا فخور ان انا يعني اشتغلت معاهم، هم زمايلي طبعا قبل ما نكون بنشتغل في الفريق، وانا شايف ان هم امل لبلدنا في التكنولوجيا الحيوية، لان زي ما قلت دي اقتصاد جديد، يعني ممكن عنده القدرة ان هو ينقلنا لقدام ويخللنا قدم لمصر في التطور العلمي في المجال ده، مش بس نبقى مجرد مشاهدين او ناقلين للتكنولوجيا. لا ان شاء الله احنا صانعين باذن الله. باذن الله، واوصيهم يفضلوا مكملين ويطوروا من نفسهم دايما، لان العلم ما بيقفش، واتمنى ان يعني التزامهم يفضل يكون دافع ليهم عشان المشروع ده ما يوقفش عند المسابقة. تمام، انا بشكرك دكتور محمد. منارة علمية تفيض بالعطاء لتملأ الأرجاء بجيل جديد من خيرة الأطباء، وتتقدم كلية الطب بالقوات المسلحة بعظيم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء ودعم وتطوير هذا الصرح التعليمي الواعي، صرح طبي يليق باسم مصر وقواتها المسلحة.